سلام، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وانتم تشوفوا لا فيديو تاعي، انا نرحب بكم على قناتي، قناه نانو كرافت، موجهه لكل ما هو ديكورات بتكاليف جد بسيطه وافكار ابداعيه. كنا شفنا كيفاش خدمنا على الفيديو السابق دوك الخواتم تاع المناديل بديكور رمضاني. نقعدوا دائما في الديكورات الرمضانيه. اليوم جبت لكم هذا الديكور الشباب الشباب، وهذا المفرش تاني يعني في عود تشروهم. دائما نقول لكم ما تشروش، اعملوهم وحدكم في الدار بوسائل بسيطه وفي وقت قصير. دونك حتشوفوا كيفاش نخدموا هاد الكرواسون، هاد الهلال الرمضاني. راح ندير له جو لوميير، يعني درنا له هاد الاضواء هذه اللي راح تزيد له في الجمال تاعو. دونك الوسائل تاعنا بسيطه. شوفوا، استحقيت خيط الخيش، هاد اللوحه الكبيره كونتر بلاكي، غلفتها بالغلاف بلاستيكي وغراء الخشب والبنسو. المبدأ بسيط، جيبوا هاد الماسكينغ تيب، هاد الشريط هذا الورقي، ثبتوا الخيط تاعكم ومن بعد ابداو دوروا في الخيط في كل اتجاهات، يعني اتجاهات متعاكسه. كنا شفنا هاد لا تكنيك، شفتوها معايا في لاشين تاعي، درنا هذاك الديكور تاع العش تاع العصفور. دونك هنا راح نخدمها باش نخرجوا المفارش تاعنا. شفتوا كاين هذا الموديل تاع المفارش، راهم ينباعوا سوغ لو مارشي تاع بلاستيك، مي انا خدمتهم بالخيش. فوالا، تخدموهم على حاجه مسطحه، اللي حبيتوهم مربع ولا دائري ديروا مستطيل ولا مربع ولا دائره كيما راكو حابين الشكل تاعهم تخرجوه. تقعدوا غير تدوروا الدوره. حبيتوهم فارغين دونك ما تعمروهش بزاف، ما تشارجيوهمش. حبيتوهم شارجي شارجيهم، يعني كيما تحبو. مي لا موين سي نص نص، ما تشارجيهمش بزاف يجوكم تقال، والعمليه تاع باش نشربوهم بالغراء الابيض راح تجيكم شويه صعيبه. فوالا، دونك حنقطع. خلاص انا حبيت نديرهم هكذايا، يعني ماشي معمرين بزاف وماشي فارغين. دوك تجيبوا الغراء الابيض، غراء الخشب، تلقاوه عند تروغيست، يبيعوا نورمال هاد البواطه الكبيره دير 30000. ديروا نص ماء ونص غراء خشب، لازم يكون مخفف، وتبداو تعمروا كامل لي دو فاساد، يعني الجهتين، تبداو تشربوا فيهم مليح مليح هنايا، والا تغمسوا الخيط تاعكم كامل من الاول في الغراء وتبداو تدوروا هكذاك. راهم شمخك وضامنين باللي العمليه انا خدمت كيما راكم تشوفوا. فوالا، حطيتها تنشف، راكم تشوفوها تقطر، وقفوها هكذا باش يخرج لها كامل هذاك السوربلو، هذاك الزائد تاع الغراء، باش ما يقعدلكمش ما يديرلكمش اشكال يعني. وما تخافوش كي ينشف يولي شفاف، ما يقعدش هكذاك ابيض. فوالا، بعد ما نشفولي دوكا جبت المقص تاعي عادي، راني نفصل في الدائرتين. راح تلقاو الخيط تاعكم حيكون شويه مقاومه باسكو راه فيه الغراء الخشبي، راهو يابس صلب. فوالا، دونك فصلت القطعتين كيما كنت تشوف. وحده راح نعملها مفرش اللي شفتوه معايا في بدايه الفيديو، والثانيه راح نعمل منها، راح نقطع منها هذاك الهلال تاعي. فوالا، دونك ارسموا، لا تعرفوا تقطعوا هلال مباشره نقطعوه، سينون ما تعرفوش ارسموا هلال يعني بالقلم اللوباد يعني. فوالا، بالفاتخ، وقطعوا الهلال تاعكم كيما حبيتوه، كبير صغير. فوالا، هاوليك درك الهلال تاعي. انا راح ندير له قاعده، تحبوا ديروا كرتون ديروا كرتون. انا درت له هاد الخيش تاني، كنت شربته بالغراء المخفف يابس وخليته ينشف. دوكا حلصقو عادي بالسيليكون، وراح نقطع لا فورم تاعي تاع الكرواسون تاعي تاع الهلال. فوالا، دوك السيليكون متكسروش لسانكم لانه راح نغطيه بهذاك الخيط الدوغي. نتوما حاولوا ما تكثروش السيليكون، ولكن لازم تثبتوا الهلال تاعكم. علاش درت هذه؟ باش تعطي له فوليوم. فوالا، باش تعطي له فوليوم، يعني يكون تقدروا نتوما ما ديروش هذه الخطوه اللي درتها انا، ديروا مباشره غير بالخيش وبالكرتون. فوالا كيما تحبوا. المهم انا دائما نقول لكم نعطيكم افكار بور فوز انسبيري، وانتوما ديروا على حساب واش الوسائل اللي عندكم. كان عندي هذا الخيط، شفتوني خدمت به في المناديل كيما درت في الطنيبر، يعني في الطاره الخشبيه، ودرت هذاك الفانوس والهلال والنجمه قعد لي منه. دونك واش ندير بور كاموفلي هذاك السيليكون ايتو، ومام باش نعطي له اللون الدوري، باسكو حنا كي نقولوا رمضان والهلال والديكور يجينا كامل هذاك الديكور الدوري هو اللي شباب. انا جي ميلونجي، دونك خلطت بين الخيش وبين الدوغي، راح خرج شباب. فوالا، دونك ما من المفرش تاعي حبيت نعطي له لمسه يعني في الجولد. جبت هذا المربع، هذا الكيوب تاع الخشب كان عندي، راح ندير له الثقب في المركز. فوالا، بلا شينيون هكذا يتقفلو،
وراح نجيب عود خشبي راح نقسمه ندي منه قطعه هكذا باش نحاول ندير قاعده للهلال تاعي. راح نغلفوا هذاك العود الخشبي باش نخليه هكذا ميم هذا الكوب راح نغلفوا. واش يكون عندكم؟ انا كان عندي هذا لو غالون في الدوغي توجور يعني جا مع لو تام دونك راح نلصقوا بالسيليكون تو سامبلومون ونغلفوا. وراح نزيد نغلف هذاك العود الخشبي تريت بعد الخيط الدوري كان عندي لصقته بالسيليكون كيما كتشوفوا في الثقب تاع هنا لازم تثبتوه مليح باش يحكم لكم لانه راح يرفد الهلال خاصه الا كان الهلال تاعكم ثقيل. زد درت السيليكون في العود الخشبي هكذا وثبتوا الهلال تاعكم هكذا جون فاصون وين يكون يعني متجانس ويكون واقف مليح يعني يبان الشكل تاعو. جبت هاد الجول لوميير اللي كتشوفوا فيه فوالا شريتو 20000 راهم ديسپونيبل كاين فيهم اشكال كاين. انا خيرت هذا السامبل غلفت بدورت كامل على الهلال تاعي ولصقته من الخلف فوالا كي تشعلو خاصه في الليل يعني صراحه التصوير ما طاروش حقه باسكو الجولد هذا اللون الدوغي اللي عملته اللي خدمت به كان واحد الذهبي ناصع الالوان يعني هنايا مايش في التصوير ما يعني ما داتش حقها مي كوميم خرج ديكور شباب ما شريتوش يعني ويتباع هكذا 50 60000 خدمته ودرت هذيك البهجه والاجواء في المنزل. فوالا كان هذا هو لو بتي بارطاج تاع اليوم ان شاء الله يكون عجبكم. اذا عجبكم ديما نقول لكم لايكيوه وقعدوا دائما في المتابعه. راهم جايين فيديوهات تاع رمضان بقوه. مع السلامه.